السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا كاملين على خير وبخير، وسمحوا لي على هاد الغيبه الطويله. مهم راه نتوما عارفين دابا العطله الصيفيه، وتوكل كل واحد فين ملي. مهم انا اليوم بغيت نتقاسم معكم وشارك معكم اليوم ديالي الاول في مدينه بينيدا، ما بين نواحي برشلونه وخيرونه، يعني جات في الوسط. واحد المدينه جد جميله، الهدوء اللي فيها والبحر ديالها الجميل الرائع. قلت لي مالا باش ما نزيدش نطول الغيبه، نتقاسم معكم اليوم الاول ديالي في هذا الاوتيل هذا اللي نزلنا فيه، ستيلا سبا. وهذا اول يوم ديالنا، وصلنا بالليل، يعني وصلنا بعدك جوج، هذاك جوج ونص الليل. ودابا نوضنا ان شاء الله نفطروا باش نكتشفوا المكان، وخليكم معايا تشوفوا معايا هذا المكان هذا وهذا الاوتيل هذا. الواحد كيستافد من بعضيتو، و تانا بزاف الحاجات كان صراحه كنخدم من الاخوات اللي في اليوتيوب والفيديوهات اللي كنتبع بعض الاخوات اللي كنستافدوا من بعضيتنا الصراحه. مهم كنتمنى الفيديو يكون خفيف على قلوبكم، وخليكم تتمة الفيديو يعجبكم ان شاء الله وفرجة ممتعة. هنا كما سبق لي وذكرت هودنا فطرو، عندنا هنايا في الاوتيل عندهم الفطور مع 8، من 8 حتى ل 10 ونص. مهم يعني فطور البوفي، يعني كل واحد اللي بغى ماكلة صحية، اللي بغى يعني أي حاجة ما من ملدة وطاب، كل شيء موجود الحمد لله شكر لله. يعني لا من الفواكه ولا من السلطات، يعني كل واحد كيختار الحاجة اللي يبغى. مهم يعني الأشكال والأنواع، وكذلك في المخبوزات، كذلك التورطيات، كل شيء تبارك الله. هذه أول مرة بغيت نكتشف، بقى ما خديت يعني القرار شنو ناخذ، عملت واحد جولة خفيفة وتفكرت الأصدقاء ديالي المتتبعين ديالي، قلت لي مالا نصور في نفس الوقت وأنا كنكتشف معكم الريستوران شنو موجود فيها، باش نشوف شنو ناخذ. انتما كتشاهدوا الناس راه كيفطروا في اللوبيا. الاغلبيه الامريكانس هما اللي عندهم هذا الفطور هذا معروف. هنايا البيض، يعني جميع الانواع ديالو، يعني البيض كنقولوا محرك، يكون حنا اغلبيه كنعملوا بالزبده البلديه. هنا اللوبيا كما كتشاهدوا كاينه فورت بالنسبه للناس اللي ما كيعني نصارى، يعني ويعني تشرو اي حاجه، البيض مقلي، بيض مسلوق، بيض على شكل اومليت. مهم انتما كتشاهدوا فيديو راه شرح نفسه. سموها ميسك من هاد النهار روينا زعما نهضمو بالفلاح، نتمنى يكون حلو ان شاء الله، حقكم في الجنة. وفي
هذه الاثناء بعد ما سالينا فطورنا انا طالعين يعني امين هذو صور ديال المدينه وديال الاوتيل هذا بالضبط اللي تبنى 1963 يعني عنده 60 عام بالضبط. حنا في دابا 2023 وبقيت كنشوف وكندي بعض المعلومات على المكان وكذلك حتى هو تقسمت معكم باش تشوفوا كيفاش كان هذا الاوتيل ستيلا انتما كتشاهدوا البنايه ديالو. المهم هو تغير جذريا من الداخل ولكن من الخارج خلاو له ديك الواجهه ديالو تقريبا. المهم ضروري شي بعض الحويجات تغيروا ولكن ماشي شي تغيير كبير من الخارج ولكن من الداخل فعلا تغيير كبير يعني داكشي المودرن وعصري ديال الحاليا ديال الوقت هذا. مهم كذلك بعض الصور ديال الترين سكة عندهم تمايا يعني الستاسيون ديال الترين اش من عام تبنى واش من عام كان يعني بحال التاريخ كنقول التاريخ ديال المدينة عاملينه في الدخلة ديال الريستورانت. ومهم راه كلشي شارح نفسه. هنا كما كتشاهدوا هذه سبا ويعني بريفي كنقولوا حنايا هذه ابارت لا بغيتيها عاد كتمر ريزيرفير ساعه ولا شحال بغيتي كنت ما دخلاش يعني في الريزيرفاسيون ديال اللي عاملين ديال الكامر ديال الشومب. كون كتكتشف المكان وانتم معايا اكتشفت كاينه كذلك دخله ديال الريستورانت فين كنا قبيلات يعني كنفطروا كاينه دخله اخرى. مهم جات ديك الريستورانت تحت فيها كامل الفطور الغداء والعشاء. مهم كلشي بالوقت عندهم. حنا صراحه منا اغلبيه الفطور يوميا معهم ولكن الغداء مي كنبغيو على حسب لان بعض المرات كنمشيو للسنتروم برشلونه ولا نمشيو شي مدينه يعني ماشي دائما كنتواجدوا في الوقت الغداء لانه ما عندهم الوقت محدد للفطور الغداء العشاء. مي كنتواجدوا يعني في المدينه كنتغداو تمايا يعني كتخلص على ما اعتقد 18 ايرو بيرسون 18 ايرو يعني عاوتاني بوفي كتدخل تهز لي بغيتك الحوت بايلا. مهم كلشي لي جاك على بالك موجود في فروتا وديسير توتشيس يعني مر الاكل يعني فور خريخت وناخر خريخت و الحلويات الايس كلشي زعما 18 ايرو والله العظيم مازال زعما كاين الواحد ياكل في الاوتيل احسن من برا ماكله نقيه وكلشي. انا كنتصور لكم كلشي الواجهه ديال دخله الاوتيل لان دخلنا بالليل ما قدرتش نصور بالليل. ودابا ان شاء الله مفطرنا نطلع للبيت نلبسوا علينا وباش نطلقوا نمشيو ان شاء الله نكتشفوا البحر مع بعضنا.
كيما كتشاهدوا راه دازت مولات نظافة، يعني حنا ملي كنهوضوا نفطروا دائما يوميا فيما كنمشيو نفطروا كنرجعوا كنجبروا البيت ديالنا مصاوب بيوت كاملين مصاوبين، الا الا كان شي حد ناعس بعض المرات ولادي كيبغيو يبقاو ناعسين ما كيهودوش الفطور كي كتعلق واحد كارت. تعلق واحد الكريطة يعني لا للإزعاج انتينا تما يعني ديك النهار ما كيتصاوب لكش البيت، هادشي اللي كاين. اما يوميا كنوض نفطرو كنرجعو كنجبو الدنيا كلشي نقي كلشي كلشي سبيسيال. مهم اختي دابا نخليكم، نتمنى الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم ديال اليوم، ولا عجبكم الفيديو طبعا ما تنساوناش باللايك والتعليق اللي كيحفزنا باش نستمروا ان شاء الله. شكرا للمتابعه ولا التتبع، نتلاقاو في فيديو قادم ان شاء الله. خليتكم هنا والراحه، الى اللقاء.